بصوا يا جماعة، هي في الفيديو ده جابت قطعة إزاز وحطتها قدام شاشة الموبايل، فالصورة انعكست عليها وعرفت ترسم الرسمة على الورقة زي ما هي بالظبط. تعالوا نجرب التجربة دي ونشوف هي بجد ولا لأ. ده الموبايل والصورة اللي أنا هرسمها، وده جراب الموبايل هيكون بديل لقطعة الإزاز. ثبتت الموبايل على أول الجراب والصورة بقت معكوسة عليه، وبدأت إن أنا أحددها بالقلم الرصاص زي ما أنتوا شايفين. طبعا أنا بعمل التجربة دي للفضول فقط مش أكتر، أوعوا تعتمدوها لأن كده مش هتتطوروا خالص في الرسم. إنما لو حابين تجربوها من باب الفضول زي كده، احفظوا الفيديو ده عندكم وارسموا صحابكم كده واصدموهم. وده الشكل النهائي. سلام.